أعمارنا وحياتنا هي قصص إحنا أبطالها. يمكن القدر مرات يتدخل ويغير أحداث القصة، وأحيانا بطل هذه القصة اللي هو أنت يقدر يغير القدر هذا لصالحة. صيف عام 2010 قبل أكثر من 4 سنوات كنت أني محاضر في جامعة الكوفة، أنطي محاضرات في الفيزياء الطبية بعد حصولي على الماجستير. حسيت في الجامعة هذه أنه أني عندي قدرة على الإنتاج، أنه أطبق أفكار عندي بداخلي، لكن ما عندي تولز أو ما عندي وسائل لتطبيقها على الواقع. قررت أنه تطبيق هذه الأفكار يكون خارج العراق. حصلت على فرصة أنه أخذ أو أدرس الدكتوراه في جامعة هايدلبرغ، أقدم جامعة في ألمانيا، الجامعة اللي بيها 55 حامل جائزة نوبل، كان خريج جامعة هايدلبرغ أو مشتغل فيها كرئيس قسم. بدأ دوامي في مستشفى كلية الطب أو مستشفى جامعة هايدلبرغ، اللي هي واحد من أكبر مراكز علاج السرطان في ألمانيا أو في أوروبا، لأنه تحوي على آخر جيل من أجيال الأجهزة اللي تعالج السرطان. يستخدمون تقنية الـ IMRT أو الـ Intensity Modulated Radiation Therapy. هذه التقنية أو الجيل الجديد يستخدم الفوتونات عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية، لكن بأسلوب أنه يصير تجهيز الحزمة، حزمة الفوتونات هاي على شكل ثلاثي الأبعاد مطابق تماما لشكل الورم السرطاني. فيصير عندنا تماما مثل هذه البرين كانسر، شكل الورم السرطاني هذا اللون الأحمر هو أكثر من 90% من الدوز أو الجرعة المقررة لها، أكثر من 90% تمتص من قبل الخلايا السرطانية فقط، بحيث ما تأثر على الخلايا الصحية اللي محيطة بالورم. الأجهزة هذه اللي احنا عندنا بمستشفانا سبع مراكز تابعة للمستشفى، يعني العلاج بها يتم بمرحلتين أو طريقة العلاج. المرحلة الأولى هي أنه الأونكولوجيست أو أخصائي الأورام يحدد مكان الكانسر ديجيتالي، يعني كله بالكمبيوتر ببرنامج معين بسوفت وير معين، يحدد ويقول أنا أريد هلقى جرعة لهالمكان. بعدين يجون الستيج الثاني أو المرحلة الثانية، هي الميديكال فيزيسيست، الناس أو الأشخاص المسؤولين على العلاج بالإشعاع، يجي يسوي برنامج محاكاة، يحسب بشكل دقيق الجرعة، أنه إذا كانت هذه الجرعة صحيحة أو لا. مليارات من الفوتونات تنحسب فوتون فوتون، أي تفاعل صار به، أي انشطار، أي طاقة وين راحت. فتتم هذه عملية المحاكاة بأجهزة خاصة فائقة السرعة موجودة فقط بمراكزنا. برامج المحاكاة هذه يحتاج لها داتا كلش عالية، تحتاج حوالي 5 أسابيع إلى 6 أسابيع، تطول إلى 3 أشهر من الترينينج بمعرفة خاصة بالبروغرامينج همينة، حتى تتعلم شلون طريقة يعني طريقة تجهيز الجرعة للمريض. أكو كان مشروع يعني الفند مالته من اسمه بي دبليو جريد
بي دبليو هي بادن فيرتمبرغ اقليم بادن فيرتمبرغ اللي هو صاير جنوب غرب المانيا. مشروع لربط اكثر من 1000 بروسيسور سوية، فيصير عندنا شبكه حاسوبيه عاليه القدره، ممكن تصعد بها اي شيء تحتاج لها قدره حسابات. فارتبطت بها 10 جامعات من ضمنها جامعتنا، جامعه هايدلبرغ. هنا بدا التحدي، لانه انا كوني عراقي والعراقي الوحيد بالمستشفى في المانيا وبشكل عام باوروبا، اول امبريشن ياخذون عليك انه او اول انطباع ياخذون عليك اذا انت عراقي، انت ابن الحضارات، انت ابن الاكتشافات، انت ابن اول حضاره، انت ابن من علم القراءه والكتابه، انت ابن اول دستور بالتاريخ البشر. لكن بنفس الوقت انت ابن اللي يشوفوه بالتلفزيون، انت ابن اللي من بيئه طالعه يوميه بها تفجيرات ويوميه بها قتل وذبح. فكان عليك ان دائما هناك عليك ان تقارن وتختار انت بيا جهه تصير. فيحتاج شغلك يكون مضاعف وان تبدع وتقولهم انه اني لا، اني مكتشف، اني من بيئه عباس بن فرناس اللي فقد حياته تجربه علميه وبحث. دخلنا على فكره او مشروع، سوينا موديلنج الصورتين الجوا هي لجهازين مختلفات في مستشفانا، حطينا كل القياسات للجهاز، كل البارامترز، كل المؤشرات، مؤشرات الطاقة، مؤشرات السرعة، كل شيء. سويناه برنامج وسويناه بكود وصعدناه إلى هاي الشبكة، خلينا بها احتمالية أو إمكانية أنه أي طالب من أي لابتوب بالمكتبة ممكن يغير بالبارامترز، أنه أريد طاقة هالقد، أريد البيشنت حجمه أو المريض حجمه هالقد، الطبيب واقف في زاوية معينة من الغرفة، مجرد يدوس برس على زر تطلع لنا النتيجة في ثواني. ففي كورس الماجستير في كليتنا طبقوا هذا التطبيق ونجح عندهم، فاختزل حوالي أكثر من 6 أسابيع من الترينينج، سووه في محاضرة مال لاب يعني ساعتين أو ثلاثة. فتم اعتماد هذه الفكرة في المستشفى وفي جامعة هايدلبرغ. الظريف في الموضوع أنه هذا البروجكت صار له سنة وشوية، لكن أخذ صدى الإعلامي قبل مدة بسيطة ونطاني الفرصة أني أوقف على تيدكس بغداد على هذا الستيج حتى أقول رسالة بسيطة إلى أخواني وأخواتي هنا بالعراق. لا تخلي الألم اللي يحيط بينا سياسيا أو وضعنا بالعراق، لا تخليه يكبلك ويقلل من قدراتك. صدقوني داخل كل عراقي من عندنا أكو عبقري، لكن هذا العبقري خامل يحتاج لتحفيز. طور قدراتك، طور لغتك، وسوي كونكشنز، لأن العالم يحبون العراق. العالم برا تريد تساعدنا ويتمنون أنه يجون يساعدون هنا. طور قدراتك واعتمد على نفسك، لأن صدقني أنت تقدر. و never give up. شكرا جزيلا.